يصد أمامي في هذه اللقطة. إلى أخبار اتحاد الكرة ومنتخبنا الوطني، حيث أوضح إيهاب لهيطة المدير الإداري للمنتخب الوطني الأول سبب تأجيل الإعلان عن الدولة والتي ستستضيف معسكر المنتخب في مارس المقبل استعدادا للمونديال. وقال لهيطة أن كثرة العروض التي تلقاها المنتخب الوطني من الوكلاء لإقامة المعسكر الأوروبي خلال الأجندة الدولية لشهر مارس هي سبب في تأجيل القرار الخاص بمكان المعسكر حتى الآن. وأوضح إيهاب لهيطة أن المنتخب الوطني وجهازه الفني يضع في حساباته كل الظروف والتي يمكن أن يواجهها خلال الفترة المقبلة، مشددا على أن هكتور كوبر وجهازه المعاون ما زالوا في قيد الدراسة لمكان المعسكر القادم. فوض مجلس إدارة اتحاد الكرة المهندس هاني أبو ريدة رئيس مجلس الإدارة لإنهاء كافة تفاصيل التعاقد مع الاتحاد البرتغالي لإقامة مباراة ودية تجمع المنتخبين في شهر مارس المقبل في إطار الاستعداد للمونديال. ومن المقرر أن يعلن مجلس إدارة الاتحاد خلال الساعات المقبلة عن إقامة المباراة مع البرتغال بشكل رسمي بعد أن اقتربت المفاوضات من الانتهاء. تسلم نادي طنطا الزي الجديد للفريق والمقرر ارتدائه في مباراة الغد أمام الأهلي. وقام الجهاز الإداري بطنطا بقيادة جمال بشير بتوزيع الملابس الجديدة على لاعبي الفريق تمهيدا لارتدائها في مباراة الأهلي. كشف محمد مصلحي رئيس مجلس إدارة الاتحاد السكندري عن طلبه من الأهلي عدد من اللاعبين خلال فترة الانتقالات الشتوية لتدعيم الفريق السكندري. وأوضح مصلحي أنه تحدث مع محمود الخطيب رئيس الأهلي لضم ظهير أيسر وصانع ألعاب في شهر يناير المقبل، مؤكدا انتظاره رد مسؤولي الأهلي. الجدير بالذكر أن الاتحاد السكندري ضم في الانتقالات الصيفية على سبيل الإعارة فوزي الحناوي لاعب الأهلي السابق. أعلن مجلس إدارة النادي الأولمبي برئاسة المهندس طارق السيد اليوم الخميس تعيين أحمد ساري مديرا فنيا للفريق. وتراجعت نتائج الفريق بشكل لافت في الفترة الأخيرة بدور القسم الثاني، ما دفع إدارة الأولمبي للاستعانة بخدمات ساري والذي لعب لسنوات في نادي الاتحاد. أعلن علي ماهر المدير الفني للأسيوطي غياب مدافعه المخضرم حمادة طلبة عن قائمة الفريق والتي تستعد لمواجهة سموحة بالدوري بداعي إصابة في العضلة الخلفية تعرض لها في الميران الختامي للفريق. ويحتل الأسيوطي المركز الرابع على جدول ترتيب الدوري الممتاز 10 برصيد 13 نقطة.